أولا السلام عليكم، معكم حمدي فؤاد رئيس جمعية بانكوك لرياضات فول كونتاك كيك بوكسين تاي بوكسين والمدرب ديالها في آن واحد. وبالمناسبة نترى مدرب ديال الأبطال العالميين وأبطال إفريقيين وأبطال عربيين، شرفوا الراية الوطنية في مختلف محافل الدولية وما أبناء ساكنة الحي المحمدي. وإحنا كيف كتشوفوا هاد الحصة اليوم في الهواء الطلق وبالضبط في أحد المناطق بالحي المحمدي، إنك تعرفوا البلاد دابا شنو طارفه والعالم كله الجائحة اللي هي الجائحة ديال كورونا. تنتمنى من الله العلي القادر إن شاء الله باش يرفع لنا أولا الله هذا الوباء هذا البلاء، نرجعوا للأيام العادية ديالنا بإذن الله. حاجة واحدة اللي بغيت نتكلم عليها اليوم وهي كنشوف هذه القرارات ديال الناس المسؤولين أولا على قطاع الرياضة، ثانيا مسؤول ككل على البلاد كلها ملي تيخرج شي قرار وكيخرج قرار سريع يرف واحد الفجوة ديال 24 ساعة وديال 48 ساعة، وكيفاجئ ان احنا كرؤساء جمعيات وكمدربين ديال ابطال وكنشوفوا احنا باغيين ان شاء الله نشوفوا ابطال المستقبل اللي شرفوا هذا الوطن الحبيب في مختلف المحافل الدولية كيخرجوا لنا بقرارات. اي احنا عارفين ان البلاد كتمر بهاد الازمة اللي ازمة ديال كورونا، ولكن احنا ملي كيجيو تيقول لك ما بين عشية وضحاها سد لا صال ما كاينش لونطريمون، مع العلم ان احنا هاد لي صال وهذه هي الخدمة الوحيدة اللي عندنا اللي هي كنقلبوا بها على القوت ديالنا وهي هاد الرياضة. وحنا ملي كنسدو يعني بحال كتحكم علينا وكتقول لنا سيروا موتوا بالجوع بهاد الهضرة. علاش؟ لأن عبدو ربي أكثر من 30 سنة وأنا كندير غير الرياضة، ما عمرني خدمت في حياتي، أنا تعلمت على الرياضة وخدتها كاحتراف هاد الرياضة. علاش؟ لأن شفت بها المستقبل ديالي وما عمرني كنت كنعرف بأن واحد النهار الرياضة عندنا غادي تدلل وغادي يوقع على هذه المسألة هذه بحال ما كان، لأن جات بحال ولات غير عادية تكون الرياضة ولا ما تكونش عادية، مع العلم أن الرياضة حنا كنعرفوها العقل السليم في الجسم السليم، زائد أن الرياضة كتقوي المناعة كتعطيك بزاف ديال الأمور باش كتلقى راسك في هذه الحياة وفي هذا المستقبل هذا بحال ما هكا. وكيجيو كيحكموا علينا وحنا مقلقين على هذه القرارات ما نكذبوش، لأن باش تجي وتقول لنا سد خاصك تعطيني البديل. دابا الناس المسؤولين العجز الوحيد اللي وحلو